على أصوات مرحبا وتحية كبيرة لكم مستمعينا مستمعاتنا. البداية بمعلومة اليوم. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا معلومة اليوم دكتور، كملنا معلومة جميع اليوم، القوانين على ما يبدو دكتور، ولكن الكتب حطيناها جانبا. نعم مازال دايما كاين ما يتقال، لأنه أكيد العلم كنا تنقراو كنا كنكتشفوا بأننا ما عارفينش مازال بزاف، معلومات كثيرة خاصة يعني تقسموها مع المستمعات والمستمعين. سبحان نعم الله العظيم ما قبل شيء الدين ديالنا، وكان عنده أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ، يعني القراية ما عندها حدود، العلم ما عنده حدود، خص الإنسان دائما يبدأ يبحث، وكل ما كيبحث كل ما كيتعلم، وكل ما تعلم كل ما كيكتشف بأنه ما كيعرفش، يعني هذه حقيقة. إذن اليوم اللي بغيت نتكلم عليه هو أنني لاحظت مؤخرا بأن بعض الأشخاص كان عندهم واحد حسابات بنكية في واحد البنوك أو واحد البنك، وتفاجؤوا بأنه تم سحب مبالغ من الحسابات ديالهم، أو سحب كل المبالغ الموجودة في الحسابات ديالهم. وكان عارفوا بأنه العلاقة ما بين الزبون والبنك علاقة مبنية على الثقة، راه دابا اليوم إنسان ما كيتيقش في خوه، ما كيتيقش في باه، ما كيتيقش في ولدو، وكيتيق في البنكة وكيعطيها الفلوس ديالو. إذن كان هذا العقد هذا مبني على هذه الثقة، إذا كانت الثقة هي الأساس، هي الروح ديال هذا العقد، أنني كنعطيك فلوس تنأتمنك عليها، شي باش سميتهم هما مؤسسات الائتمان، كنعطيك وديعة. ما معنى الوديعة؟ أمانة تم إيداؤها بين يديك، وعندك صلاحية باش تستعملها، ولكن الشرط أنني نهار نبغيها نلقاها. هذا هو العلاقة ما بين الزبون المستهلك وما بين البنكة، واني كنوضع عندك واحد الفلوس وكنثيق فيك وتنقول لك نهار نبغيها ناخذها، يعني مع اعلان سابق او بدون اعلان سابق. هناك حالات اللي لازم فيها الاعلان السابق، يعني كتخبرهم بانك غادي تجي تسحب الفلوس، وكاين الحالات اللي كتجي تسحب الفلوس اي وقت لان هذيك الامانه عندهم. اذن اذا كانت مساله مبنيه على ثقه ومبنيه على امانه، فكيف يعقل ان هاد الاشخاص اليوم اللي مشاو لهم فلوسهم بسبب من الاسباب؟ يعني هما الحالات كثيره، يعني كاين الحالات اللي تم النصب على هاد الناس، وان تم النصب اشنو وقع لبعض الناس منهم، وانهم جاتهم رساله قصيره في الهاتف المحمول تيقولوا لهم راه عندكم واحد المشكل في الحساب ديالكم، وباش نسويو الوضعيه ديالكم وتولجوا للحساب ديالكم كيف موالفين كتولجوا له بطريقه طبيعيه، خصكم تسويو هذه الوضعيه وتعطيونا هذه المعلومات هذو باش نحلوا هذا المشكل هذا. إذن الناس الساذجين جاتهم ذاك الرساله، دخلوا لهذاك الموقع وبداو تيزودهم بالمعلومات. هذاك صاحب ذاك الموقع هو اللي داير هادشي كله باش يحصل على واحد المعلومات اللي هي سريه، كيحصل على ذاك المعلومات وبها كيسحب الفلوس من الحساب ديال ذاك الشخص. فتيتفاجئ هذاك الشخص ملي كيمشي للحساب ديالو يبغي يسحب الفلوس ديالو من الشباك الاوتوماتيكي، او مشى للبنكه، او دار غير استشاره عن طريق الحاسوب اللي كيورج لها عن بعد، لقى بان فلوسه تسحبات. منين هاد الفلوس تسحبات وفوقاش تسحبات وشكون اللي خداها؟ ما عندوش فكره، وما عطى حتى شي امر بهذا الشيء هذا. اذا ملي كيمشي للبنكه، وهنا فين المساله اللي كتزعج هنا في بلادنا العزيز، وملي كتمشي للبنكه لا يعيرونك اي اهتمام، في حين ان وقع لك واحد المشكل راه خصهم يستقبلوك وياخذوا بيديك ويعرفوا بانك مأزم. راه كاين اللي 20 عام هو تيجمع الفلوس ما عندوش، كيشد واحد الاجر بسيط جدا، ولا اجر ماشي بسيط ولا متوسط، وكيجمع داك الفلوس وعنده واحد الحلم وعنده واحد المشروع، غادي نشري دار، ما بغيتش ندير سلف، ما بغي، غادي نجمع الفلوس باش نخلص عليا واحد الدين، غادي نجمع الفلوس باش وليداتي يقراو، غادي نجمع الفلوس باش ندير مشروع، غادي نجمع الفلوس باش نتزوج، غادي ندير مشروع باش نطلق. دابا اليوم كاين حتى اللي كيجمع الفلوس باش يطلق، باش يوجد تعود على المتعه. كما كان الحال هذاك الانسان عنده واحد المشروع وعنده ثقه في داك البنك، عطى هذاك الفلوس، ملي جا وما لقاش الفلوس علاش ما تستقبلوش مزيان؟ علاش ما تاخذوش بيديه؟ بغض النظر على الجواب القانوني اللي خصكم تجاوبوه. إذن اش كيقولوا له؟ ما حنا ما عرفناش، حنا تنبحثوا، سير حنا كنبحثوا، دابا نردوا عليكم. هاد الناس هادو تنقول لهم بانه العلاقه اللي بينك وبين البنك علاقه عقد، عندهم واحد الامانه، هذيك الامانه لم يحسنوا التصرف فيها، لم يحسنوا حراسه هذا المال، لم يحسنوا تعامل
مع العمليات التدليسية اللي كانت موضوع هذا السحب. هذا المسؤولية ماشي ديال المستهلك، ماشي ديال المواطن، ولو أنه سذج وتضحك عليه، لأن هذيك بنكة مؤسسة مالية، مؤسسة قدها قداش، وعارفة التدليس اللي كاين دابا، وعارفة السرقة، وعارفة الإجرام السيبراني دابا اللي واقع، وعارفة هادشي العالم الإلكتروني يتحول، وكي أي واحد يمكن له يسحب فلوس وعن بعد، وما كاينش كاع في المغرب ويمكن له يسحب فلوس، إذن خصهم يتخذوا جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية اللي فيها الإبداع على المستوى المعلوماتي، باش يوضعوا حد لهاد السرقة اللي هي بطريقة غير قانونية. طبعا السرقة دائما هي غير قانونية، أو الاستعمال التدليسي ديال الحسابات البنكية. هذا ماشي المواطن اللي غادي يحضي راسه، المواطن جاته رسالة، خاصة إذا كانت البنك موالف كيصيفط له رسائل. إن كيف يعقل أن أؤاخذ أن المواطن اللي هو مولف كيتوصل برسائل من عند البنك ديالو، تيقول له راك سحبتي الفلوس، راك دخلتي الفلوس، راك خرجتي الفلوس، كيخبروه جات واحد نهار رسالة تيقول له خصك دير معلومات، إن كيف يعرف هو بأن هذاك الشيء ماشي صحيح، وخاصة أن ذاك المواطن ماشي لازم يكون في ديك المدينة، وماشي لازم تكون الوكالة قريبة منه باش يمشي يمحص ويتحرى ويبحث ويشوف واش هذا الشيء بصح. أنت يمكن له بديك الثقة اللي تيتعامل بها مع البنك ديالو يجاوب على ديك الرساله. اذن اللي كان خصو يتخذ التدابير ديالو الوقائيه والاستباقيه باش ما يوقعش للزبون في هذا الفخاده هو البنك، لان البنك الطبيعه ديالها، العمل ديالها، المسؤوليه ديالها، الحجم ديالها، الامكانيات ديالها، العلم ديالها وديال الاطر ديالها، الخبره ديالها كيخليها تكون سابقة هادشي كله، وكتحمي الوديعة اللي عندها ديال هذاك السيد من الاستعمال التدليسي. إذن اليوم شنو خص المواطن يدير؟ باش نقول لكم ما تبقاوش تجلسوا وتمشيو تدقوا على البنكة، البنكة ما غادي دير لكم حتى شي حاجة، المفروض يكون عندها تأمين، والبنكة لا كانت تتحسر نفسها وعرفت بأنك أنت ضحية جيتي عندي كان خصني نعطيك فلوسك ونمشي عند شركة التأمين، لأنني خصني نكون مأمن على ذاك الودائع اللي عندي ونمشي نرد الفلوس ديالي من عند شركة التأمين، خاصة المبالغ ماشي شي حاجة مهمة. إذن تخيلوا معايا الناس يفقدوا الثقة في البنكة، غادي يبداو يسحبوا الفلوس ديالهم، ولا يسحبوا الفلوس ديالهم غيوقع لنا مشكل اقتصادي كبير. اليوم الاقتصاد وقف على البنوك، إذا الناس سحبوا فلوس ديالهم من البنكة غيوقع لنا مشكل اقتصادي كبير. إذن إذا كان غيوقع هذا المشكل هذا، ما خش البنكي يسخف بالسلوك ديالو مع المواطن، خصو يعرف كيفاش يتعامل مع لنا هذا المواطن وهذا المواطن وهذا المواطن، هذا هما اللي كيديروا المواطنين ديال المغرب كلهم. إذن راه باش هاد العدوى تحبس خصنا نطمئنهم ونعيطوا لهم ونقول لهم شحال انت عندك وشحال انت عندك وشحال، منين نتاكد بانه فعلا تضحك عليه وتم استعمال الحساب ديالو بطريقه تدليسيه نعطيه فليساتو ونمشي. انا عندي منتوجات كثيره في شركه التامين اللي كنقيل الكتاتب في التامينات وكنامن على هادشي. هذا واش اللعب؟ هذا راه ماشي اللعب، هادشي ماشي خفيف، ماشي قليل، ماشي صغير، هادشي مهم جدا. ولكن باش ما تعطلوش، اول حاجه تخصكم ديروا مراسله البنك مع الاشعار التوصل عن طريق مفوض قضائي، هاش وقع واش وقع واش وقع، الله يخليك شرحي لي اشنو كاين، وسوي لي الوضعيه ديالي، يعني رجعي لي الحساب ديالي كيف كان، وانتظر الجواب ديالها، يعطي واحد الاجل، يعني الاجل منطقي ديال 5 ايام او ديال اسبوع. الا ما جاوبش عنده الحق يمشي لعند بنك المغرب، كاين واحد المركز تما ديال الوساطه والتحكيم والمراقبه، غادي يمشي يدير لهم شكايه ديالهم، وغادي يحاولوا يسويو حبيا الملف بينه وبين البنكه ديالو. الا تعذر عليهم واتخذ القرار وما كانش في صالح المواطن، غادي يمشي ديك الساعه يدير شكايه عند وكيل الملك، خيانه الامانه. والا ما قدرش يدير خيانه الامانه وما بغاش يغامر خيانه الامانه، يمشي يدير سيدي دعوه عدم احترام العقد اللي بيناتنا، عندي واحد الوديعه عندك، هل اثبات بان عندي مبلغ كذا وكذا، اليوم ما بقاش عندي هذا المبلغ، شكون اللي خداه؟ ماشي انا اللي خديته، انا ما استعملتوش، تم استعمال الحساب ديالي بطريقه تدليسيه وليس لي اي يد في هادشي هذا. اذن راه ما يمكنناش نواخذوا المواطن انه تعامل مع داك الرساله، خاصه اذا كان البنك ديالو متعود يتعامل معاه بالرسائل، راه ما يمكنناش نواخذوه. ولكن جات البنكه قالت له انا عمري صيفطت لك شي رساله، عمري ما تعاملت معك بالرسائل عن طريق الهاتف النقال، اذن خاصك ملي جاتك ديك الرساله تجي لعندي وتسولني وتقول لي واش هادشي بصح قبل ما دير اي اجراء. هنا يمكن لي نقول هنا المواطن كان ساذج، وهناك استخفاف قبل ما يعمر داك المعلومات ويعطي داك المعلومات، كان خصو يتقصى ويبحث، يمكن يكون هناك
تقصير، ولكن هذا ما كيعنيش على انه البنكه غير مسؤوله. البنكه تتبقى دائما اولا واخيرا هي اللي مسؤوله، لان عندها امانه وخصها هي اللي تحمي ديك الامانه ديالك السيد، وما ما تخرج ديك الفلوس الا بالامر ديال صاحب الحساب. إذن هذوما الاجراءات ما تخليوش هذا الشيء ما ديروهش، وتبقاو غير كتهضروا وكتمشيو عندهم ورجعوكم ويقول لكم دابا 3 ايام ان شاء الله يكون الجواب الرعيم، راه هذا الشيء غادي يخليوه غير كيبرد وغتنساو وما تاخذوا حتى شي حاجه. إذن على الاقل التجؤوا لهذه المؤسسات اللي قلت لكم، لا المؤسسات ديال مؤسسه بنك المغرب ولا المؤسسات القضائيه، باش على الاقل كما كان الحال غيكون ملف رائج. وحتى اذا كان هناك شبكه لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الداخلي الوطني ولا الدولي، راه تبارك الله الامن ديالنا راكم عارفين الكل يشهد به له بالكفاءه. ها راه ما يضحكوش علينا، وخا يكونوا شبكه على المستوى الدولي، المهم غادي نوصلوا للمسؤولين المعلومه باش هما يتخذوا جميع الاجراءات ديالهم ويعرفوا واش كاين شي شبكات. والمهم ايضا ماشي هو نعالجوا هذه المشاكل، واننا نعالجوا ونستبقوا ونوقيوا نفسنا من مشاكل ممكن توقع غدا ان شاء الله. اذا راه ماشي غير هذا البنك اللي معنيه، راه يمكن نكونوا بنوك اخرى معرضين، فهذه نقص ديال الخطر اللي تخص يفيق البنوك باش يردوا بالهم من هذه الافات وهذه المخاطر اللي كتعرض لها الاموال والودائع ديال المواطنين لوضع الثقه ديالهم في البنوك. نعم، اذا كانت هذه مجموعه ديال الاجراءات اللي خاص تقوموا بها مستمعينا مستمعاتنا في حاله تعرضتوا للنصب فيما يتعلق بالحسابات البنكيه ديالكم.